السلام عليكم، معكم محمود. في مسألة العمل في روسيا فيها تفاصيل كتير بتعتمد على حاجات كتير، فمش ده موضوع الحلقة النهاردة، ولكن أنا هاخد تفصيلة واحدة بالتفاصيل دي اللي ناس كتيرة يمكن بتفهمها غلط. واحد يقول لي مثلا أنا كنت شغال في مطاعم في كافيهات في بلدي، فأنا جاي أو طباخ أو كده أو طاهي أو شيف، فأنا جاي أشتغل نفس الشغلانة في روسيا، فده لا يعيبني، فده عادي. انا الحاجه ما دام موازيه، مع الفرق انك انت هتشتغل مثلا في روسيا هتاخد مرتب اعلى، هتتعامل احسن، فيبقى كده انت بتعلى، فانا معاك، بعملك سبورت يعني ودعم. طيب حد تاني يقول لي انا خريج كذا حاجه عاليه يعني، او يعني مؤهل عالي عموما، يقول لك بس انا كنت مضطر اشتغل شغلانات صغيره في بلدي، فما جيت روسيا بدور على الحاجة الموازية للحاجة الصغيرة اللي كنت بشتغلها في بلدي مؤقتا. فبرضو انا بدعمك ومعاك لانها مؤقتا، لان انت عايز تعرف نظام الشغل نظام الحياة، بس الدخل غلط بصراحة. ولكن اذا كانت هي دي مقدرتك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن مقدرتك حاجة اعلى وانت تنزل نفسك، انا مش معاك. طيب حالة تالتة، واحد يقول لي انا مؤهل عالي وكنت شغال شغلانة كويسة في بلدي، جيت روسيا مش عارف الاقي شغل في المؤهل بتاعي او في المجال بتاعي، والمجال بتاعي مش مطلوب في روسيا اصلا، فشغال شغلانه صغيره او بدور على شغلانات صغيره، فانا مش معاك. ليه؟ انك انت بتدني نفسك، مش عايز تصبر. يقول لك اصبر، ما ليس بوسعي شيئا، انا راجل بصرف من جيبي لحد ما الاقي شغل، ومش ومراتي مش هتصرف عليا، او انا ما ارضاش ان مراتي تصرف عليا، فبدور على اي شغلانه وخلاص. هشتغل بقى توصيل، هشتغل ديليفري يعني، هشتغل تاكسيست، هشتغل اي حاجه، بس المهم ما مدش ايدي لحد. ما ببقاش معاه قوي في الحته دي، بس اقول له لو مؤقتا 3 4 شهور تتعلم لغه شويه، تتظبط الدنيا، تتمحور امامك الدنيا، وتعرف ازاي تقدم على الوظائف. وانا بقول لك ازاي تقدم على الوظائف اللي هي بتاعت مجالك. واحد يقول لي طب انا مجالي مش موجود، دي ليها حل برضه. قلت له تاخد كورس في معاهد كتيره في روسيا، ومش بس في موسكو وضواحي موسكو وسمارة، كل حتة معاهد طبية تطلع في التمريض، في العيادات، في تحاليل، مركز تحاليل، المجال الطبي واسع جدا. ممكن في معاهد هندسية، معهد مثلا سنتين ممكن تخلصه في سنة ونص، في بعض المعاهد بتخلصك بسرعة لو انت شاطر يعني، بالإضافة للغة يعني وكده، لو انت معاك اللغة تتساعدك شوية، هم بيزبطوا يعني، ما مش عايزين لغة بيرفكت. ففي معاهد هندسية ممكن تشتغل في أي مصنع ويتنديه لك ان انت في قسم الانجينيرينج، في قسم الهندسه، وانت كل اللي خدته سنتين فقط في المعهد ده. ففي معاهد هندسيه هتساعدك جدا، في كمان معاهد غير المعاهد الطبيه والمعاهد الهندسيه، معاهد برضو بتاعه المحاسبين، برضو تتعلم محاسبه وتقدر تشتغل فيه، بيفتح لك مجالات اكتر. ده لو مجالك مش موجود. في مجالات بقى عايز تطلع مترجم مثلا، هي في كل جامعة، حتى مش بس في المعاهد، فيها انستيتيوشن كده، قسم في كل جامعة اللي هو بيقولك التعليم المتواصل. انت مثلا عندك مؤهل، ان شاء الله معاك صنايع، ان شاء الله معاك ثانوية عامة، بس انت مش عايز تاخد حاجة بكالوريات، مش عايز تاخد بكالور البكالوريوس يعني، انت مش عايز، انت عايز حاجة اشتغل بيها، فادوني معهد سنتين اي مجال بقى، حتى مجال التخدير يا راجل يعني، كل اللي هتعمله هتدي حقن تخدير، ده برضو دي حاجة سنة او سنتين حاجة كده، وتطلع حاجه كده يعني تخصصيه، ما اسمكش طبيب، ما اسمكش بتاع، بس المهم هتفتح لك مجال. في واحد بيروح يتعلم مثلا ايه المساج، ازاي يعمل مساج للجسم وبتاع ده، ويشتغل مساجست ويربح وياخد فلوس كتيره، بس طبعا مش عارف دي حرام ولا حلال ان راجل يعمل مساج لراجل زيه، مش عارف دي نظامها ايه حكمها. واحد يقول لك اصل انا كده كطبيب معالج يعني، بس ممكن يكسب اكتر من الطبيب الراجل اللي بيعمل مساج. ففي معاهد كتيره متخصصه ما حدش من العرب بيبص عليها تقريبا، لو بصيت عليها في كل جامعه هتلاقيها، معاهد بقول لك طبيه، هندسيه، علاج طبيعي، تور جايد، بيرفوتشيك، حتى مترجم ممكن في كورسات او حاجه كده زي كورس مكثف او متخصصي للسياحه، بياخد برضو سنه سنه ونص لثلاث سنين حسب كل معهد او كل جامعه، وانت بقى ومجهودك، ممكن انت تاخد مجهود كبير او تشتغل كتير او تذاكر جامد يعني، فتروح ايه وتعمل تدريب اثناء الدراسه، فتقدر تخلص بسرعه او تنجح بسرعه وتروح تشتغل.
فدي حل ان مجالك اللي انت اتعلمته يكون مش موجود في روسيا فتستبدله. فما تدنيش نفسك باي شكل من الاشكال، كلها محلوله، كل حاجه ليها حل. يقول لك اصل اللغه، واللغه هتفضل ازمه طول عمرك. لو دخلت اي انستتيوشن بعد 8 شهور او 7 شهور اللي هي السنه الدراسيه هتبقى تتكلم روسي كويس، فمش عيب. واللي قبلك كتير، ما تخافش من اللغه. بص على نفسك اللي جه روسيا وقعد بقى له 5 6 شهور، شوف على نفسك من 5 6 شهور كنت عامل ازاي ودلوقتي عامل ازاي. التطور ده 14%، يبقى الفتره الجايه لو قدها كده 14% هتبقى 28% في اللغه، هتوغل اكتر. ف ادرك الحقيقه، ادرك ان انت محتاج فعلا تشتغل حاجه على مقامك. انا اتذكر يحضرني احد اقاربنا، كان راجل مؤهل معاه ماجستير وكده، وعمل حاجه معينه او اشتغل حاجه معينة، ما اعرفش يعني عمل ايه بالظبط او مش فاكر. فامه قالت مقوله فاكرها كويس يعني، او قالت له كم مقوله كده هقول لكم بس المفيد منها اللي في الاخر. قالت له العيبه او العار، استنوا لا تصدق نسيت هفتكر. هو كان بيقول لها هو انا عملت جريمه عشان ده كله؟ قالت له قله القيمه هي الجريمه، ان تقل نفسك هي دي الجريمه في حقك. فسكت واتعظ الجالسون يعني من المقوله اللي هي ختمت بهذه الكلمات. وانا بتفق مع هذه الكلمات اللي اقول لك فعلا الجريمه هي قله القيمه في روسيا وفي اي مكان في العالم. انك تقل قيمتك وانت قادر تشتغل ما تشتغلش، انك تقل قيمتك انك مكسل تلاقي وظيفه على قد مؤهلك وتشتغل حاجه اقل، تقل قيمتك انك انت تبقى عندك دخل ومع ذلك بتمد ايدك لمراتك. ليه؟ لان بتضيع دخلك على مخدرات، سجاير، خمره، نسوان، حاجات ملهاش لازمه، سفه وعدم ترشيد في الاستهلاك المالي واللي بسميه الفساد المالي. عمي خلص، يا رب تكون المعلومه بتاعت النهارده مفيده وفي مكانها باذن الله، وتفيدك بشكل كبير في حياتك في روسيا وفي كل مكان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نراكم على خير وفي خير، في حفظ الله. السلام عليكم.